لا السعوديه لعبت افضل، وطبعا مبارك لهم الفوز، وفي الاخير كانوا يستاهلوا. اسباب الفوز ما اعرف، اسباب الخساره ما اقدر اقول ايش كانت بالضبط، لكن الصراحه ما لعبنا بالجوده اللي عهدناها من شبابنا. اول شيء التحكيم، وش اسمه اللعب، ما اخي اللعيبه ما ادري ايش فيهم اليوم، وملعب اربعه وسط ثلاثة دفاع ما ادري شلون. شوف الصراحه المعز ما قدم اداء كويس، والحكم كان معاهم. اكثر اللاعبين بمنتخب السعوديه كانوا يطيحون على الارض يضيعون وقت. طبعا اول شيء نقول الف مبروك للمنتخب السعودي صراحه، وهارد لك لمنتخبنا الوطني، ومبارك للمنتخب البحريني اليوم الشقيق هم فوزه وصعوده للنهائي. صراحه شيء حلو اليوم لما نشوف المنتخب السعودي والمنتخب البحريني يصعدون الى ومصافحه سيدي سمو الامير. هذا اليوم الجمعه هي احلى ما في البطوله صراحه. الفوز والخساره كلها توافيق من رب العالمين. اليوم منتخبنا صراحه ادى، بس كان الحكم عليه شوي كومنت كان خارج التغطيه صراحه، بس هذا اللي حبينا نقوله. مبروكين الاخضر، مبروكين الاحمر. ما لعبوا كل اللي عندهم، لان منتخب القطري يقدر يسوي اكثر من شيء، يقدرون يلعبون اكثر. فاليوم ما لعبوا لعبهم الاصلي، يعني الكل اللي الكل عارفه. تابعت المباراه، كيف وجهه نظرك اليوم على الاداء المنتخبين؟ يعمل اداء اعلى من كده بصراحه، يعني مش متوقعين المنظر ده. والجون جه من لعبه غلط كلها، وبعد كده المنتخب القطري بيحاول، واللاعب برضه الوينجات اليمين ده شايل بيدرو، برضه نزل اسماعيل، مفيش اي اداء خالص، مش عارف يلعب الكوره. يعني غريب قوي المنتخب القطري. لا 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 لا، شكل المنتخب القطري مش هو ده المنتخب القطري اللي كان بيلعبه ماتش بتاع الامارات ولعب ماتشات كتير. مفيش خالص ملعب، العرضيه مش عارفين يطلعوا عرضيه. والمنتخب السعودي قفل المباراه كويس برضه، وقدر خد النتيجه اللي هو محتاجها 1-0 وخلاص ويوصل النهائي. مبروك للمنتخب السعودي، وهارد لك للمنتخب القطري. التكتيك المدرب بتاع المنتخب السعودي وصفين كلهم في الدفاع، كل المنتخب واقف دفاع راسهم صح. المنتخب القطري بيعتمد على التصويبات من بعيد طول الماتش، بنقل الكره من على اليمين وديها الشمال. اي والله هارد، بس انا لعبنا لعب، بس انا ما ادوا الاداء اللي كنا نبيه احنا، وثلاث عرضيات يعني ضيعوها علينا. هو صراحة الفريق السعودي كان واقف في الملعب متشتت بطريقة ممتازة على الملعب، هذه لمسة المدرب رونار. صراحة هارد رايك الفريق القطري يعني قدم بطولة ممتازة في كأس الخليج، وموفقين إن شاء الله. يعطيك العافية. من الحكم كم فاول ما حسب لنا، والهاي والمفروض هايش ما أدري شو اسمه، اللاعب حقنا سجل جول براسه أقسم بالله. ولاعبين قطر اليوم أدوا مباراة كبيرة يعني؟ والله ما أدوا ولا شيء. يعني لاعبين اليوم منتخب قطر ما ظهروا بالصورة المطلوبة يعني؟ لا والله. أنت ما راضي يعني؟ لا. والله أقول لك ما يشوتون، يعطون باصات قدام الجول. ومو بزينين. قدام الجول يعطون باصات، ما يشوتون. حتى طارق سلمان كان قدام الجول عطى باص. يعني اليوم من افضل، المنتخب السعودي او المنتخب القطري اليوم؟ السعودي طبعا بالدفاع، وقسم بالله الدفاع اسطوري. الدفاع كله لما احنا بنجي نجيب على جول هو يطيرها فوق. لا خليجنا واحد لازم، مهما يكون الظفر ما يطلع من اللحم. يعطيك العافيه، وكيف شفت المباراه اليوم؟ والله المباراه كانت وايد حلوه، بس قصروا شويه منتخبنا، بس الدنيا فوز وخساره.